a GPS. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجنا جي بي اس. اليوم حلقتنا غير، جاي لكم من البحر، يعني حق محبين البحر. اليوم بنقدم لكم رياضة الكيك مع فريق كيك فور كويت. خلونا نشوف شنو عندهم. شكو ماكو يا الاخو، شكو منو بالدوانية، منو زحمة يا اخي من ابراج الكويت للمسيلة. ودني فيلتشا جي بي اس ماكو غيره، امي وابوي في الجزيره يا جويره. حطني بالك يوبا، نبي بري يوبا، كشتة سريعه بالمطلع وشغل جي بي اس. ودني البحر يوبا، ابي مويه يوبا، يا يوبا واحد داقه بالخليج وشغل جي بي اس. قول يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يوبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. رجعنا مرة ثانية معاكم مشاهدينا في حلقتنا المميزة، معاي الكابتن بشار الهنيدي بحلقتنا اليوم، وهو مؤسس فريق كيك فور كويت. شلونك اخوي بشار؟ يا هلا فيك، حياك الله. يا هلا والله، هلا فيك. نبيك اخوي بشار تسولف لنا عن هالرياضة هذه، ومتى بلشت فيها، وشنو شعورك تجاهها يعني؟ حلو، سؤال جميل. هذه الرياضة من أحلى رياضات. أول شيء أنا ابتديت الرياضة هذه 1980، ومن يومها إلى اليوم أمارس الرياضة، لكن الخمس أو السبع سنين اللي طافت صرت أمارسها بشكل وايد أكثر ومركز. يعني الحلو بالرياضة هذه إنها تقدر، خلينا نقول الطيف مالها من الهادي جدا والرومانتيكي والشاعري والجميل والهذا، إلى الحد اللي ممكن انت توصل الى حد الخطر والحد العنيف وايد. فانت تختار اللي تبيه، عندك يعني حطيف وايد كبير. رياضة وايد حلوة، ما عمرك راح تقول انا وصلت وتعلمت كل شيء فبذلك بالتالي تمل. لا، انت جاهز دائما تتعلم شيء اضافي طول ما انت الحين صار 40 سنة كل يوم قاعد تتعلم شيء، ما توقف. التحدي موجود، البحر دائما اكبر منه، البحر يغلبنا دائما والجو والطبيعة تغلبنا. فهذا الجميل بهالرياضة، تاخذك اي محل من بحر 20 قدم الى بحر امواج، قاعد اتكلم الى 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 6 انش كذي، كله تقدر تمشي فيه بين الصخور بين الوديان بين كل شيء. فالرياضة الصراحة من اجمل الرياضات. يا يبا واحد داقه بالخليج مشغل جي بي اس. زين اخوي بشار، انا اشوف انت عندك هني الاشكال مختلفه ومتنوعه، فسولف لنا عن الاشكال وش الفرق بين هذا وهذا، وش الفرق بين النوع هذا والنوع هذا، وشنو الافضل. حلو، تمام. انا حطيت صفت الكايك تقريبا بطريقه يعني شبه تدريجيه. الكايك الاولي هذاك اللي تشوفه، الكايك المفتوح يلي هو الكايك الكل اللي يستعمله ويبتدي في حياته في التعرف على الرياضه، لكن في له حدوده. هو باختصار هو مثل يعني شيء طفح عليه يمشي، لكن حدوده بين التيار والهواء والشنو تقدر تسوي فيه محدود. في منهم اللي مفتوحين، هذول هم ملوت الحداق يلي هم مفتوحين العاده وكبار وايد وثقال وايد، بس هذه حاجتهم لهذا العمل. الكايك الثاني الحين اللي يمك الصغير، هذا الصغير كايك نهري بحت للانهار والشلالات، وتسوي حركات فيه المياه الجاريه. هذا اللي انت قاعد عليه هني هو كايك نهري بحري، صار تستعمله بالنهر وتستعمله بالبحر. بالبحر متى تستعمله؟ بالموي، لما يكون في موي قوي حتى هذاك تقدر تسوي فيه حركات، تقدر تتنقل بين المويه والمويه وتسوي اللي تبي تدرب عليه، تسوي ركوب الامواج السيرفينج يعني بالكايك. وفي له دفه من تحت، هم تنزل الدفه تخليه يمشي سيده. الكايكس الصغيره العادل هذه تلف بسرعه لفتها، يعني بضربه واحده معاك من المجداف، تمازك مجداف تسوي ضربه واحده كذي تلاقيه لف 360. الكايك هذا الحين ننتقل الى هذا الكايك وهذا وهذاك.
هذا الكايك هو التوب اوف ذا لاين، اعلى شيء. هذا الكايك غالي، كاربون فايبر، كيفلار، من اقوى المواد واخفها. هذا خصوصي حق الرحلات الطويله. يعني بالكايك هذا احنا رحنا سوينا رحله مالتنا من الكويت، شمال الكويت الى عمان، 90 يوم بالبحر بهذا الكايك، وسوينا برنامج فيلم وثائقي يعني عن الرحله بهدف البيئه كلها. فهذا الرحله القويه اللي فيها خطر، اللي فيها مستوى وايد عالي، هذا الكايك. اوكي، كل ما يطول الكايك يصير اثبت في انه ياخذ خط سير سيده ماي اولس كذي، لان انت بالبحر العاده تبي تروح من هنا لهناك، ما تبي تروح كذي، تبي تروح باقل جهد واسرع وقت واريح شو اسمه، يعني اريح طاقه عليه. فهذه الكايكس اللي تخليك تسوي كذي، يمشي بسرعه اكثر بعد بجهد اقل. طبعا كل الكلام هذا لازم يكون في معاه مهاره، لازم تعرف شو تسوي. ففي تدريب وفي مهارات وايد الواحد يتعلمها. نروح للكايك هذا، هذا الكايك نفس نوع هذا اللي يسمونه السي كايا، اوكي؟ لكن هذا الانتري ليفل، يعني بدايتك بالكاياكينج تقدر تبتدي بهذا ويمشي معاك الى مستوى عالي. اوكي؟ فهذا وايد حلو. بعدين هذاك الازرق دبل كايك حق اثنين. هم هذا الكايك بالتحديد التصميم ماله خاص، انه هم نهري مع انه طويل، نهري وبحري. ليش نهري؟ لانه تصميمه كذي يقدر يلف بسهوله. اوكي؟ بحري في دفه ويقدر يمشي سيده ويمشي حلو وايد. وفي ناس وايد تحب هم يعني حق المبتدئين يصلح الكايك هذاك، لانه في كبير، في ثبات قوي، اللي يدد على الرياضه ما ينقلبون ولا يطيحون. يعطيك العافيه. هذه باختصار. يعطيك العافيه ابو بشار، واستفدنا منك بانواع الكايك هذه. الله يعافيك. الحين خلينا نكمل باقي حلقتنا ونشوف باقي الاشياء اللي بتقدم لنا اياها ان شاء الله. حاضرين حاضرين. خلكم معنا متابعينا. ودي البحر يبا، ابي مويه يبا، يا يبا وحداقه بالخليج مشغل جي بي اس. عطني 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 يبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. وصلنا معاكم حق المرحله الحلوه، بنكمل حلقتنا بس مو هني، داخل البحر. يلا شباب، يلا يلا جاهزين. يلا ابي مويه يبا، يا يبا وحداقه بالخليج مشغل جي بي اس. قول يا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. وصلنا معاكم نهاية حلقتنا اليوم. طبعا شفتوا مغامراتنا بالبحر مع كابتن بشار وكابتن سامر، يعطيكم العافية. وما قد استمتعنا، واحنا اخر بعد معاكم جو حلو، الامور طيبة، استمتعنا. مشكورين مشاهدينا، نطلوننا بحلقة جاية ان شاء الله. شكو ماكو يا الاخو، شكو منو بالدوانية، منو زحمة يا اخي، من ابراج الكويت للمسيلة. ودني فيلتش جي بي اس، ماكو غيره. امي وابوي في الجزيره يا جويره. حطني بالك يبا، نبي بر يبا، كشته سريعه بالمطلع وشغل جي بي اس. ودني البحر يبا، ابي مويه يبا، يا يبا وحداقه بالخليج مشغل جي بي اس. قول يا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس.